في هذا اليوم كان الاتفاق أن أواكب لواء شهداء حلب المهام الخاصة بين الأنفاق وصولا إلى مشاهدة حية لعملية قتالية في سيف الدولة، إلا أن المصادفة جعلاني شاهدة استثنائية على صفقة من صفقات العصر. وفي هذا اليوم أيضا انقطع الاتصال بين قناة الجديد ومفادتنا إلى سوريا يمنى فواز، وعند التاسعة ليلا وتزامنا مع مقتل الصحفية اليابانية تلقت الجديد اتصالات عديدة من قيادات في الجيش الحر تؤكد مقتل مراسلتنا في حلب. وبعدما طلبت القناة الاتصال بمسؤولهم على الأرض وحيلت على أبو جنادة قائد كتيبة شهداء حلب، فجاء الحديث معه على النحو التالي: مراسلتكم يمنى فواز؟ نعم، طمنا عليها. استشهدت مراسلتكم في حلب، قتلها النظام الغاشم. افضحوه، افضحوه هذا النظام الفاجر. غرقت الجديد في السواد والحزن، وبدأ الخبر ينتشر على مختلف المواقع الاجتماعية، وأكده كذلك معظم الناشطين السوريين ومعظم المجموعات المسلحة. وعلى مدى ساعتين توالت الاتصالات المعزية. وبعد ساعتين فجأة تعود يمنى إلى الحياة لتتصل بالقناة وتطمئنها أنها في مكان آمن وصحة جيدة ولم تدخل حتى منطقة القصف في هذا اليوم. خبر بقدر ما كان مطمئنا كان مقلقا. قررت إدارة القناة سحب يمنى فورا من سوريا، فأجرت اتصالات بجهات أمنية ومجموعات معارضة لتضمن خروج يمنى وبعلم السلطات التركية. يتيح أحد الضباط المنشقين إيصالها إلى الحدود ومن ثم إلى الجهة التركية وبمرافقة وسيط عربي، وعلى الحدود يتسلمها ضابط تركي ويطمئنها أنه سيوفر لها الحماية، إنما هناك إجراءات اعتيادية قانونية لن تتعدى ساعات قليلة ويجب اتخاذها قبل مغادرتها الأراضي التركية إلى لبنان. إلا أن يمنى لم تكن مطمئنة قط، فلهذا الضابط تحديدا قرص في شهادة يمنى النادرة على صفقة العصر. في الساعة 7 صباحا ينقطع الاتصال بيمنى على مدى 3 أيام ويفقد أي تواصل أو خبر عنها. بالعودة إلى ذلك اليوم الاثنين في 20 من آب 2012، تشابك أحداث لا مجموعة مصادفات. ففي مساء ذلك اليوم نقصد أكثر المناطق حساسية، وهي نقطة استثنائية حدودية في الأراضي السورية تشهد على أعمال السلطات التركية، منطقة تسليم السلاح، وهي لا تبعد من منطقة أطمي سوى دقائق. توجهنا إليها مع بعض المقاتلين بين السهول ووصلنا إلى حد فاصل بين الحدود التركية السورية حيث الأسلاك الشائكة. الانطباع الأول مشهد سينمائي يتجسد في واقع سهل مظلم مملوء بأشجار الزيتون، جموع من المسلحين، ضوء خافت يومد أحيانا من إحدى الشاحنات، شاحنات محملة بالأسلحة، وكل مجموعة سرية تأخذ نصيبها وتذهب، ومجموعات مسلحة تتوزع على جوانب السهل. طلب مني عدم التصوير، إلا أن ضخامة المشهد حرك فضولي الصحفي. جلت بينهم ألتقط الفيديو بالخفاء، وفي أثناء ذلك يتقدم أحدهم يتكلم الإنجليزية ويسأل عن سبب وجود أنثى في المكان، ليكتشف أن هويتها لبنانية وعلى الأرجح صحفية، فيصرخ بالمجموعة: It's a big big mistake. I will tell my friends. وبعد ذلك مباشرة يتم تعزيز الجيش التركي على الحدود وتمنع إحدى المجموعات من العودة إلى أنطاكيا، لتعلم القناة بعد ساعات بخبر مقتل مراسلتها في سوريا. وبعد منتصف الليل وتحديدا عند الساعة 3:30 فجرا تقوم مجموعة بنقل يمنى إلى الحدود بهدف إخراجها من سوريا كي لا يتم قتلها. وهنا كانت المفاجأة، تم تسليم يمنى فواز للضابط التركي نفسه الذي كان متواجدا داخل الحدود السورية يشرف على عملية توزيع السلاح، والذي اشتد غضبه حين رآها في المنطقة المحظورة
يعني كانت مفاجأة، بل أنا في يقول أنه كانت صدمة، لأنه هو ذات الضابط التركي اللي كان أثناء عملية تسليم سلاح للمعارضة السورية، هو ذاته اللي عم يجي يقول أنه أنا حأنقذك من التصفية اللي بدها تملأ لك جوا. كان أنه اخترت أنه بسلم حالي يعني إلى حد ما لهيدا الضابط التركي، على وعد منه أنه التحقيق ما بيتعدى الساعة، بنوصل على أنطاكيا بتسلم لضابط تركي تاني بياخدوا كل الفيديوهات، بياخدوا الكاميرات، بياخدوا كل الأشياء اللي كانت معي. بنتوجه على أوتيل اسمه أنطاكيا، على أساس التحقيق ما بده يتعدى النص ساعة، بيمتد بعدين ليوم ليومين لثلاثة. وكان كمان في مفاجأة تانية، أنه هو أول سؤال بينسأل لي هو أنت شو طايفتك؟ وبيه هالثلاث أيام التحقيق كان كل الوقت في تركيز أسئلة على أحد الأحزاب السياسية الدينية بلبنان. بعد أسبوع من عودتي على لبنان بيبعتوا كل المواد اللي كانت معي للقنصلية ومنستلمها بعدين، بس بيكون بالتأكيد مبحمة إنه هو يمكن المقطع اللي كان عنده الحساسية جدا عليه هو مقطع الحدود اللي له علاقة بسلاح.